مثل ما تعودتوا عم نطلع عليكم يوميا على شاشه الام تي في ونهيلكم طريقه الشوبينج مع شوبينج باي بست سيلر. اغراض متنوعه ومميزه واسعارها كثير مقبوله. انتوا قاعدين بالبيت بدكم بس تتابعونا وتختاروا الايتم يلي بهمكم وتتصلوا فينا على بست سيلر على 01 44 55 55 وبيصل لعندكم من دون اي كلفه اضافيه وين ما كنتوا بلبنان. تنشير الغسيل مشكلة، أغلب الأوقات ما منغسل لأنه ما في محل تنشر، وقت منضطر نحط منشرين أو ثلاثة على البلكون وبياخدوا كل المحل، مع هالمنشر بتنحل المشكلة كلها لأنه منشر بثلاث طوابق، ثري لايرز راك فينا ننشر عليه شو ما بدنا من قشة كبيرة أو صغيرة، هالمنشر مزود بدواليب تنزيحه ونحطه محل ما بدنا، بمساحة كتير صغيرة صار فينا ننشر التياب كتير. صار فينا نغسل كمية التياب يلي بدنا إياها بلا ما نعطل أي هم. هالمنشر ثلاثة طوابق فيكن تحصلوا عليه بستين دولار بس وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة إضافية. ما إلكن إلا تتصلوا ببس ألر على 01 44 55 55. مين منا ما بيعاني من أوجاع الظهر والرقبة إن كان بعدتنا الغلط بالمكتب أو إذا بحكم شغلنا عنا سواقة لوقت طويل أو بأي عمل متعب بنعمله بحياتنا اليومية. رويال بوشر مشد بينلبس على الظهر لتجليس العمود الفقري وانحناء الظهر، مش مثل غيره من المشدات مصمم بطريقة كتير مريحة لما يزعج بالتنفس، وحتى فيكن تلبسوه تحت التياب لأنه منه سميك وما ببين. ولكن شخص عنده ديسك أو تكلس ما له غنى عن رويال بوشر، بسعر 25 دولار بس وصل لعندكن من دون أي كلفة إضافية، وهو كفيل للتخلص من أوجاع الظهر والرقبة. ما إلكن إلا تتصلوا ببس سيلر على 01 44 55 55 وبيوصل لعندكن بلا أي كلفة إضافية. لكل ستات البيوت يلي بتهمن ريحتن، سوي برو بلس الجديدة هي الحل. هالمكنسة على البطارية ما إلها شريط وما بدها كيس وما بيتعدى وزن الكيلو الواحد. بتسحب كل شيء من الكبير للصغير إن كان على السجاد على البلاط وعلى الباركي، وبتحل لنا خاصة مشكلة الشعر يلي ولا مكنسة بتحل لنا إياها. الفاكيوم التقليدية تقيلة وبدها شريط كهرباء، والمكنسة العادية بعلق فيها الشعر. مثل ما شايفين بيجي معها بطارية وشارجر، ما قلنا إلا نشرجها ونستعملها لوقت طويل. شوفوا شو هينا على الباركي، بدنا بس نمرقها على الارض وما في لزوم ابدا نشد، متركها تمشي لوحدها. والشي المنيح كمان انه شكل الجديد تريانكل لحتى نقدر ننظف الزوايا بكتير سهوله، واذا بدنا نمرقها تحت التخت او الخزاين او حيلا شي تاني شوفوا شو براكتيكال، بنوطيها بهالشكل وهيك بصير فيكم تفوتوها وين ما بدكم. واكيد هذا الشي بينطبق مثل ما قلت لكم على السجاد كما على البلاط. سوي برو بلس بتبرم 360 درجة، بمختصر فيكن ما تعطلوا هم إذا ولادكن وقعوا بسكوي أو كورنفليكس أو حيلا شي تاني. كتير سهلة التنظيف، بدنا بس نكبس هالزرين بهالطريقة بنفضي الجرور الكبير من الأوساخ. سوي برو بلس مثل ما ذكرت ما بدها كيس ودبة كتير هين، فينا نعلقها على الحيط أو نحطها ورا الباب، يعني ما بتاخد محل أبداً. سوي برو بلس هي ماشين ما بتنضب لأنها بتستعمل 365 يوم بالسنة، والعرض هلأ مع سوي برو بلس في ثلاث هدايا، قطعتين ستيكي برو لتنظيف الفوتيات والتياب وكتير اشياء غيرهم، وهالفرشاية حتى إذا بدنا نشيل شي على السريع. سوي برو بلس أكيد مكفول لمدة سنتين. لتحصلوا عليها اتصلوا على بس سيلر على 01 44 55 55 وبتوصل لعندكم ب 43 دولار بس وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة إضافية. إذا كان الإزاز موسخ من برا ومش قادرين نتنظفوه، أوقات منضطر نطلع على سلم عالي أو نمشي على السطح، الحل هو تشيلو برو الأصلية يلي بتنظف من جوا ومن برا بنفس الوقت. تشيلو برو الأصلية مزودة بمغناطيس كتير قوي يلي بنظفنا الإزاز قد ما يكون كتير كبير بثواني قليلة من جوا ومن برا بنفس الوقت. الممسحة ميكروفايبر كفيلة بإزالة كل الأوساخ الموجودة وتمسيحها بطريقة سهلة وفعالة. تشيلو برو الأصلية في منها للإزاز العادي ب 34 دولار والدوبل فيتراج ب 60 دولار، والأهم مكفولة لسنتين. اتصلوا على بس سيلر على 01 44 55 55 واحصلوا على تشيلو برو الأصلية وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة إضافية.
لكل يلي عندهم حيوانات أليفة بالبيت وبحبوا يهتموا فيهم، منصحهم بالبيت جرومينج لوف، هالكف يلي بينظف الحيوان الأليف وبيعمله مساج، بمشط له وبره وبشله كل الشعر الزايد يلي عنده إياه. هالكف الخفيف مزود من تاني ميلة بقماشة بتشيل كل الشعر والوبر يلي بيكون هارر على الفوتاي أو على التخت. بيت جرومينج لوف صغير ومفعوله كبير، وفيكن تحصلوا عليه الواحد ب 18 دولار، الاثنين ب 28 دولار بس، وبيوصلوا لعندكن وين ما كنتوا بلبنان من دون اي كلفه اضافيه. اتصلوا على بست سيلر على 01 44 55 55. هول كانوا الايتمز، ان شاء الله يكونوا عجبوكن. ما تنسوا فيكن دائما تتصلوا على رقم بست سيلر على 01 44 55 55 حتى بعد الحلقة. تابعونا دايما على MTV.